تركي ال1 في 1 هذا تراكم من ال1 في 1 ما بين هيلو وعلي، لكن جدول الترتيب هنكي جدا مولع، بشار ب 133 نقطة، اوسم في المركز الثاني ب 108، بلشت تصير الفوارق على المركز الثالث، منافسة المركز الثالث، سلوم هو الهدف لكل صناع المحتوى الستة الموجودين في اسفل الترتيب ب 43 نقطة، المالود والله ما هو هين في المركز الرابع ب 37، سفاح ب 36، يلي وبدان ب 31، طرباخ 30 نقطة، ليونو هيرو 29، نرد نقول في ست صناع محتوى قاعد يتنافسون على المركز الثالث وجوائز المركز الثالث، طبعا قلنا 25,000 تركي صحيح مقسمه على التوب 3 والام في بي، منافسات موجوده بكل مكان، بكل مكان في منافسه، ما اتوقع في احد الحين موجود مو قاعد يتنافس، حتى الجمهور واللي قاعد يتابع لو كان في الشات على منصات الانترنت راح يكون قاعد يتنافسون ما بين بعضهم بالتشجيع. الله يعطيك العافيه. وايضا هنكي كلمنا اكثر عن متغيرات اللي حصلت معنا في الارقام بعد انتهاء الجوله الاولى. والله شوف بالنسبه لي انا شوف ما انتهت من المركز الاول والثاني، لسه بينهم تحدي، ما راح ينتهي لي بعد الجوله الثانيه باليوم الاخير اللي هو اليوم، اذا بكمل بشار على نفس السيناريو بيبعد بالعدد النقاط وبيعطي افضليه ليه انه يبعد عن اوسمز، فاوسمز اتوقع بيقدر يفكر بانه يكون يفكر بعدد الكلات كام في بي اللي عنده لاعبين مثل ما شفناها لو، لكن صناع المحتوى الثلاثه الى الثامن عليهم الآن شدة الحيل أكثر أنهم يطلعون معانا بالمركز الثالث. المركز الثالث والمركز الأول والمركز الثاني والمركز الثامن ما في فرق بينهم، المتعة والإثارة هي اللي تصنع الابتسامة على شاشة NBC أكشن والمقدمة من ويزو. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين الموجودين معنا على شاشة NBC أكشن، ثواني بسيطة تفصلنا عن الجولة اللي تعتبر 50% من اليوم الأخير واليوم المنتظر لإخلاقة بطل ويزو في لعبة كول اوف ديوتي موبايل. هنكي ماو راح اترككم مع طائرات كول اوف ديوتي موبايل تتمتعونا على الجيم الثاني، جيم ولا اروع، ونشوفكم باذن الله بعد انتهاء الجوله.